الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في محاضرة جديدة بعنوان Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn والاختصارها HDFN. إيه هو Hemolytic Disease of Fetus and Newborn؟ هو Disorder affect a woman, pregnant woman with their fetus and newborn. دور بنك الدم فيه مهم جدا سواء في التشخيص نفسه أو إنه يجايد الكلينيشن على التريتمنت أو إن كان أيضا في البريفنشن بتاعه نفسه. الهيموليتيك ديزيز أوف فيتس نيبورن is a destruction of fetal and newborn cells by maternal red cell allo antibodies. طبعا اللي بيحصل إنه عند في الحمل الجنين بيتكون من بعض جينات الأم وبعض جينات الأب، الاثنين بيجمعوا مع بعض وبيكون الجنين، وبالتالي قد يكون الجنين يحتوي على بعض الأنتجين اللي هي بالنسبة للأم تعتبر فورين بالنسبة للأم. اللي حصل إنه الأم كونت عندها أنتيبوديز، قالوا أنتيبوديز، الأنتيبوديز ده بيعدي البلاد بلاسنتال بارير لأنه بيكون IgG وبيروح يقوم مكسر الفيتال ريد بلاد سيلز لأنه لقى عليها الكورسبوندينج أنتجين بتاعه اللي هو مفروض جاي من الفازر. طيب ده ككلام سريع عن الموضوع، يعني موضوع الباثوجينيسيس لو خدناها بالتفصيل، انه نقول ان الام ممكن جدا يحصل لها الاوميزيشن يعني تكون انتيبوديز لو انها تعرضت لبريفيوس ترانسفيوجن او ترانسبلانتيشن، ممكن جدا انه هي تعرضت لفورين انتجين مع اي ترانسفيوجن او ترانسبلانتيشن موجود وكونت اجسام مضاده عندها، كونت الو انتيبوديز في هذا الوقت، أو إنها تكون حالياً بتتعرض سواء هي كانت حامل حالياً سواء كانت بتتعرض حالياً لأنتجين اللي هو من الجنين نتيجة الفيتو ماترنال هيمريج. طبعاً بيحصل إنه الجنين والأم بيحصل تبادل في بيحصل تبادل للأربسيز، يعني الأربسيز بتعدي ممكن تعدي من الاثنين ما بين الاثنين، يعني الاربسيز بتاعت الام تروح للبيبي والعكس صحيح، وده عن طريق بلاسنتال بارير. طيب لو انه طبعا احنا قلنا ان الجنين يحتوي على انتجين من الفازر ايضا يعني عنده جينات والجينات دي جايه من الفازر وهي بالنسبه للام تعتبر فورين بالنسبه للام، لو ان هذه الفورين انتجين اللي هي الباترنال انتجين اللي موجوده على الريد بلود سيلز بتاعه الفيتوس عدت البلاسنتال بارير وراحت للأم، في الحالة دي ممكن جدا الأم تشوف الجسم بتاع الأم الإميون سيستم يشوف على إنها فورين وتقوم مكونها له أجسام مضادة. ده ممكن يحصل في الحمل الحالي لو إن في أي حمل حاليا أو إنه حصل من حمل مسبقا قبل كده. الفيتو ماترنال هيموريدج اللي بيحصل بيزيد أكتر إن الدمين يختلطوا ببعض، بيزيد مع زيادة في عمر الجنين سواء كان في الفيرست ترايمستر أو الساكن ترايمستر أو السير ترايمستر بيزيد معاه، وهو بيحصل أكتر حاجة بتحصل فيها مع أثناء البريجنانسي في السير ترايمستر أكتر حاجة، وأثناء البريجنانسي في السير ترايمستر وأثناء الدليفري أكتر حاجة بيحصل فيها، وإنه بيحصل في آخر أسابيع من الحمل وبيحصل عند الولادة، وبالتالي الجنين الأول غالبا لا يتأثر بهذه المشكلة. يعني حتى لو الأم بدأت تكون أجسام مضادة، على ما تكون أجسام مضادة وتوصل لمستوى معين وتكون هذه الأجسام مضادة IgG، يعني مفروض أنها تكون في الأغلب تكون secondary immune system مش primary immune system، يعني كل الكلام ده عشان كده في الأغلب الطفل الأول أو الجنين الأول بيعدي سالما إن شاء الله، يعني غالبا في الأطفال ما بعد الطفل الأول.
الريسك بتاع الفيتو ماترنال هيموريدج طبعا يزيد في حالات انه مع الحمل حصل تروما للام، او انه حصل امنيوسنتيزيس او كورديوسنتيزيس، او حصل ابورشن ايضا ممكن يحصل يزود الفيتو ماترنال هيموريدج عند الام. طبعا احنا قلنا الماترنال اي جي جي انتي بوديز بتقوم معديه بالسنترال بارير وتروح للباترنال ريد سيل انشن اللي هي عند الفيتوس، اللي هي عند الفيتوس، وتقوم مكسراها، بتقوم مكسراها عن طريق الانتي بودي كوتد ريد بلاد سيلز، اللي هي انتي بودي كوتد ريد بلاد سيلز بتتكسر عن طريق الماكروفاج اللي هي في السبلين بتاع الفيتوس. مع التكسير اللي بيحصل بيحصل ريسبوند للهيماتوبويتك تيشوز، وبيبتدي يزيد الاريثروبيوسيس لما يزيد عندي يبتدي، لانه هايبر اكتيف اريثروبيوسيس ممكن جدا الاقي في السيركيليشن بريفرال بلاد بتاع الفيتوس، الاقي في بريماتيور سيلز زي النيوكليتد بريكيرسورز ممكن الاقيها في البريفري بريفرال بلاد، ودي الحاله دي بيسموها اريثروبلاستوزيس فيتاليس. كل ما تكسير زاد يبتدي الاكسترا مدلري اريثروبويسيس، يعني الاريثروبويسيس اللي بيحصل خارج البون مارو زي في حالات زي السبلين او الليفر، يبتدي هم كمان هذه الاورجان تشتغل عشان تعوض تكسير الدم اللي بيحصل، وبالتالي بيحصل اورجان انلارجمنت سواء للليفر والسبلين، وبيحصل في الحاله ومع الليفر يحصل بورتال هايبرتنشن. مع البورتال هايبرتنشن طبعا الليفر فانكشن بتبتدي تتأثر، وبتدي يقل كتير جدا من الالبومين، تقل البرودكشن بتاع الالبومين يقل كتير جدا، وبالتالي بيقل بلازما كولويد انكوتيك ولا اوزموتيك بريشر، وبالتالي بيحصل جنرالايزد اديما واسايتس وافيوجن تعرف باسم الهيدروبس فيتاليس. كلما زاد الوضع سوءا ولم يتدخل الاطباء في وقف هذا التدهور مع الهيدروبس فيتاليس، وان الكاردياك اوتبوت بيبقى عالي جدا، مطلوب منه انه يبقى عالي جدا عشان يعوض كميه الانيميا اللي موجوده والهيموجلوبين القليل والاكسجينيشن القليل، فبيحصل في الحاله دي كارديوفاسكولار فيلير وقد تؤدي الى الوفاه. ممكن جدا مدى تدهور الحالة يبتدي يحصل حتى من عند الأسبوع 18 الأسبوع 20 أثناء الحمل، والسوء كل ما حصل حمل مسبقا بعد كده ممكن الحالة تزداد سوء. بعد الولادة اللي بيحصل طبعا احنا كل ده بنتكلم في الباثوجينيسيس والمانيفستيشن بتاعة الديزيز. بعد الولاده بيفضل موجود الانتي بودي في الدم بتاع البيبي، حتى ممكن يعني يفضل موجود الى 12 اسبوع بعد الولاده، وغالبا الهاف لايف بتاعه بيكون 25 يوم. عموما وجود الانتي بودي ده بيخلي الدستراكشن بتاع الار بي سيز مستمر، ويخلي الانيميا مستمره، ويزود البيليروبين موجود عنده، يبقى البيبي زاد عنده كمية البيليروبين وهو في جسمه موجود عنده. أثناء الحمل زيادة البيليروبين رغم ان برضو الاربسيز بتتكسر وبيطلع لها هيموجلوبين وبيزيد الانكونجيجيتد بيليروبين بيزيد، الا انه الانكونجيجيتد بيليروبين بيقوم معدي للماترنال سيركيليشن ويحصل له conjugation في الماترنال ليفر، وبالتالي بيخرج مع المذر، وبالتالي بيتمنع جزء كبير جدا من البيليروبين ده على انه يسبب مشاكل عند البيبي، والام بتتخلص من unconjugated بيليروبين عند البيبي طبعا اللي بيعدي للماترنال سيركيليشن اثناء الولادة. ولكن طبعا مع الولادة
الميتيلين سيركليشن اثناء الحمل قصدي، مع الولاده بيبتدي يقف هذا الكونكشن، بيبتدي يقف وبالتالي بيتجمع البيليروبين عند البيبي. لما يتجمع البيليروبين عند البيبي ونظرا انه الليفر انزيم كمان بتاع البيبي بيبقى اماتيور، بيبتدي يزيد الانكونجيجيتد بيليروبين عنده ومستواه يبتدي يعلى، وممكن يروح يعدي البرين بارير ويعمل لنا بيرمننت دامج البرين، وهو ما يسمى الكرينكتشرز، وهو ده اخطر حاجه في الموضوع بتاع الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس نيوبورن بالنسبه للنيوبورن. كان بالنسبه للفيتس اللي احنا قلنا عليهم ما اللي هو الاريثروبايتوزيس في ثالث والهيدروبس، الاريثروبايتوزيس في ثالث والهيدروبس في ثالث، والفيلير الهارت فيلير او الكارديوفاسكولار فيلير عند البيبي. بالنسبه لي عند النيوني عند الفيتس، بالنسبه للنيوبورن هيبقى اكبر مشكله بالنسبه له هي البيليروم. من اكتر الانتيبوديز اللي هي بيحصل لها امبليكيتد في المشاكل بتاعه الهيموليتيك ديزيز فيتس اند نيوبورن، الانتي دي اكتر حاجه طبعا، اكتر حاجه بنشوفها الانتي دي، يليها الانتي كي، يليها الانتي سمول سي. ده اكتر حاجه بنشوفها في الهيموليتيك ديزيز فيتس اند نيوبورن. الانتي دي الليفل بتاع الهيمولس فيها بيبقى تدريجي شويه مع تطور عمر الحمل، أسابيع الحمل، إلا إنه المشكلة مع الأنتي كي بتبقى أسوأ، لأنه الأنتي كي بيبقى expressed early in red blood cells precursors، يعني موجود بيحصل له expression early جدا على البريكيرسور بتاعت الـ RBCs يعني، وبالتالي بيبقى التكسير من بدري جدا عن في حالات الأنتي كي، وبيحصل فيها بيبقى الأنيميا فيها بتبقى significant للدرجة كبيرة، لأنه حتى الريتيكولوسايتوزيس حتى ما بيعوضش كمية الـ RBCs اللي كسرت. من الـ RBCs من الـ other antibodies اللي موجود عندنا، زي برضو ممكن الـ anti big E الـ anti small K الـ KBA الـ KBB KU GSA GSB و JKA والضافي A والضافي B والS والبيج S والسمول S والM لو إنها IgG واليو. دي كل الحاجات اللي ممكن، كل الأنتيبوديز عندنا اللي ممكن نشوفها. طيب اتكلمنا على الباثوجينيسيس واتكلمنا على المانيفستيشنز اللي بتظهر عندنا. طيب دلوقتي نقدر نقول إزاي إن أنا أشخص هذه المشكلة، أقدر أشخصها وأقدر أتابعها عندي. طبعا عشان اقدر اتابعها واقدر اشخصها ده محتاج عمل مشترك ما بين البيشنت وطبيب النساء وبنك الدم كلهم مع بعض. في بالنسبه لشغل اللابوراتوري تيست هيبقى طبعا، وهو مفروض اغلبه يخص بنك الدم وجيناتكس، قسم الجيناتكس، بيبقى في البلاد جروب والانتيبودي سكرين والانتيبودي ايدنتيفيكيشن والباترنال ريد سيل فينوتايبينج والباترنال دي ان اي جينوتايبينج. طبعا كل الحاجات دي لو احتاجناها، الفيتال ريد سيل جينوتايب، الانتيبادي تايتر تايتريشن، والفلو سايتومتري. من ضمن الحاجات اللي مهمه جدا في الدايجنوز والمونيتورنج قد نحتاج ان احنا نعمل فيتال التراساوند. المفروض انه عند بالنسبة للأم اللي هي في أول في الأنتينيتال كير، أو الأم لازم مع الأنتينيتال كير بيتعمل لها بلاد جروبينج، ترنا بلاد جروبينج وأنتيبادي سكرين. لو إنها طلعت هذه الأم RH دي نيجاتيف، يعني دي نيجاتيف الأم ومعاها الأنتيبادي سكرين بتاعها كان نيجاتيف في هذه الحالة، فالأم مفروض إنها تاخد حقنة الأنتي دي الـ RH immunoglobulin اللي هي حقنة الأنتي دي. المفروض إنه يتعمل هنا للبيبي جينوتايبينج، فيتال ريد سيل جينوتايبينج، عشان نشوف هل هو البيبي إذا كان أنتي دي، إذا كان هذا البيبي دي بوزيتيف ولا مش دي بوزيتيف، على أساس إن الحقنة ما تاخدش بدون أي لازمة. إنما لو انه في اماكن ما عندهمش
هذا ال عندهمش الجينوتايبنج مش متاح عندهم، وبالتالي الأم في هذه الحالة بتبقى هي بتبقى كانديديت لل RH immunoglobulin administration. طيب لو إن الأم بوزيتيف في الحالة دي لازم بعمل ايدنتيفيكيشن عشان أعرف هل هو الانتيبادي اللي موجود عند الأم ده هل هو ممكن يعمل يبقى من ضمن الحاجات اللي تعمل هيموليتيك ديزيز اوف فيتس النيبورن ولا مش من ضمن الحاجات. ولو عرفنا ان هو من ضمن الحاجات بعمل له بالمره بعمل له تايتريشن عشان اعرف هو مستواه وصل لغايه فين. طيب عملت له ايدنتيفيكيشن وعملت تايتريشن للانتيبادي وعرفت ان هو ممكن جدا يسبب هيموليتيك ديزيز اوف فيتس النيبورن، بعد كده ببقى عايز اعرف هو البيبي ريسك فريسك ولا مش فريسك بالنسبة لهذا الانتيبودي. طيب بعرفه ازاي؟ يا اما ان انا بعمل للفازر جينوتايبينج عشان اقدر بعمل الفازر الاول سيرولوجيكال تيست عشان اقدر هشوف هل هو الفازر عنده هذا الانتين ولا ما عندوش. تاني حاجة او ان انا في نفس الوقت برضو يعني ممكن على الجانب الاخر ممكن اعمل فيتر ريد سيل جينوتايب عندي لو اني لو انه متاح عندي. طيب لو انه عملت الفازر عملت له سيرولوجيكال تيست وقدرت اعرف ان هذا الفازر هوموزايجوس للكورسبوندينج انتجين للانتيبادي اللي موجود عند الام، فبالتالي كل الاولاد ممكن جدا يكونوا عرضه للهيموليتيك ديزيز اوف فيتس النيوبورن. طيب لو ان الفازر هنا هيتيروزايجوس مش هيتيروزايجوس للانشن ده، وبالتالي يبقى 50% من الاولاد عرضه او 50% مش عرضه. وهنا في الحاله دي بضطر ان انا اعمل هنا جينوتايبنج للفيتال دي ان ايه عشان اقدر ان انا اعرف هل فيتاس ممكن يكون كده عرضه ولا مش عرضه. طيب طبعا بالنسبه للانتي دي مفيش سيرولوجيكال تيست يقدر يعرف لي يشوف لي هل يعرف لي هل الفازر ده هوموزايجوس ولا هيتيروزايجوس، وبالتالي هنا ما ينفعش بالنسبة لي أي سيرولوجيكال تيست ينفع بالنسبة لي الباترنال دي ان ايه على طول يقدر يحدد لي هذا الوضع. طيب بعد ما احنا قلنا ان انا لو انه الفازر هنا هيتيروزايجوس بقدر ان انا اقوم بعد كده عامل متأكد من هل المشكلة فعلا عند البيبي ولا لا، بعمل له بعمل جينوتايبنج للفيتال دي ان ايه، بقدر احدد اذا كان فعلا هذا المشكله ممكن تبقى عند البيبي ولا لا. طبعا بعمل الفيتال دي ان ايه اما عن طريق الانفيزيف تكنيك او النون انفيزيف تكنيك. الانفيزيف تكنيك زي الامنيوسايتس باخد من الامنيوسايت امنيوسينثيسيس باخد من الامنيوسايت واعمل لها دي ان ايه، او ان انا بعمل نون انفيزيف بجيب في الفيتال فري فيتال دي ان اي بتبقى موجوده في الماتيرنال بريفرال بلاد بتبقى موجوده من بعمل لها اكستراكشن للفري فيتال دي ان اي وبعمل عليها جينوتايب بعد كده. طيب لو قلنا ان انا عملت جينوتايب او انه البيبي كان او ان الباترنال سيرولوجيكال تيست قال ان الفازر هوموزايجوس للانشن، يعني لو انه فعلا ثبت لنا انه البيبي ده تقريبا في ريسك لهذه المشكله اللي طيب ايه الخطوه التاليه اللي بقدر اتابع بيها؟ هو حاجتين الانتي بودي الماتيرنال انتي بودي تايتريشن والدوبلر فيتال الترا ساوند. ازاي بعمل لهم؟ ان انا بعمل بشوف التايتر عندي حاجة اسمها كريتيكال تايتر. كريتيكال تايتر هو التايتر اللي ما يقدرش اللي عنده تقريبا عنده بيحصل المشكلة، وده طبعا بيختلف من نوع انتي بادي للآخر. بالنسبة للانتي دي كريتيكال تايتر بتاعنا هو 16، وبالنسبة للانتي كي كريتيكال تايتر بتاعنا هو 8. بفضل اتابع في التايتريشن للأم لغاية أما يوصل عندي الكلينيكال تايتر الكريتيكال تايتر بتاعي عندي يشوف وصل لغاية كام. طيب
احنا قلنا انه الانتي دي بيبقى 16، الانتي كي طبعا لانه بيبتدي من بدري جدا ويقدر يكسر، يقدر يكسر حتى البريكرسورز بتاعه الار بي سيز، فالتايتر بتاع الكريتيكال تايتر بتاع الانتي كي بيبقى 8. طبعا احسن من التايتريشن لو انه موجود عندنا هو الفلو سايتومتري كوانتيتيشن، لانه بيبقى سنسيتيف جدا ويقدر يحدد لنا بالظبط. طبعا ده لو موجود يكون افضل كتير جدا. طيب وصل الكليتيكال، وصل الكريتيكال تايتر عندي لل وصلنا يعني حاليا عملنا تايتريشن للماتيرنال بلازما، اللي وصل لقينا فعلا انه مثلا ان المشكله في الانتي دي، وفعلا وصل التايتر عندنا ل 16. طيب هنا بقى نشوف اول انتي كي 8، هنا نشوف عمر الجنين قد ايه، الحمل وصل ليه. لو ان الحمل وصل للاسبوع 16 او اكتر من حمل، هنا نبتدي نعمل assessment للفيتس. بقى هنشوف الفيتس بدا يتاثر ولا مش متاثر ولا ايه الوضع بتاعه. بنعمل عشان نعرف اذا كان الفيتس متاثر ولا مش متاثر، بنعمل فيتال دوبلر التراساوند، وده بيتعمل على الميدل سيريبرال ارتري. بنشوف السيفيريتي بتاعه الديزيز، يعني نشوف مدى الانيميا قد ايه، عن طريق ان احنا بنقيس الفيلوسيتي اوف ذا انسيستوليك بلاد فلو في للميدل سيريبرال ارتري الديزيشن هنا بتاخد، هل نتدخل، هل نبتدي نشوف العلاج والكلام ده. طبعا دي بتبقى على حسب حاجتين، مستوى الانيميا الموجود و الجيستشنال ايج بتاعه، يعني فضل قد ايه في الحمل، هل نقدر ننهي الحمل دلوقتي، هل لا ما ينفعش ننهي الحمل ولازم نتدخل، هل حاجات زي كده. يبقى الاثنين معتمد على الاثنين، مدى الانيميا اللي احنا عملنا لها ديتكشن عن طريق ان احنا عملنا دوبلر التراساوند للميدل سيبرال ارتري مع الجيستشنال ايج، يعني قد ايه عمر الحمل عندي قد ايه حاليا. السكيما دي هتعرفنا الى حد ما يعني تسهيلا لتجميع الشغل، والحقيقه السكيما دي انا جايبها من مصادر على النت، مش انا اللي عاملها يعني، ولكن انها ماشيه تقريبا مع الاي بي بي بالظبط. لو ان البيبي هنا، لو ان الام كانت ار اتش دي نيجاتيف، يعني كانت الام نيجاتيف والانتي بودي سكرين كان نيجاتيف، في الحالة دي المفروض ان الام هي تاخد الانتي دي بروفلكس انتي دي او الار اتش امينوجلوبلين او الرجام زي ما اسمه الدارج، ولكن طبعا الافضل لو قدرنا نعمل اسسمنت للفيتال دي ان نشوف فيتال ار بي سيز او فيتال دي ان نقدر نشوف هل اصلا الانشن ده موجود عند الفيتس ولا لا، عشان نقلل من كمية الانتي دي او نقلل الانتي دي اللي ملوش اي لازمة. لو اني ما عنديش او انه الفيتس فعلا عنده هذا الانشن، في الحالة دي بقدر اديله هنا بقدر ادي الام للانتي دي او بروفلكس الانتي دي. طبعا احنا ليه بنعمل انتي بودي سكرين، لانه لو ان الام اميوند يعني الانتي بودي سكرين بوزيتيف وعملنا له ايدنتيفيكيشن طلع انتي دي، معنى كده لو ان الام اميون في الحاله دي يبقى بالنسبه لي هذه الام لا تصلح ان انا ادي لها الانتي دي بروفلكس. طيب لو ان الام نيجاتيف دي برضو ولكن انتي بودي سكرين بوزيتيف، هنا في الحاله دي هعمل ايدنتيفيكيشن واشوف هل هو انتي دي ولا مش انتي دي. طيب خلينا نبعد شويه، قلنا ان هو مش انتي دي، يبقى نشوف نوع الانتي بودي اللي موجود عندي، هل هو حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بتاثر لي على او ممكن تسبب لي الهيموليتيك ديزيز وفيتس نيبورن زي الانتي كي الانتي سمول سي الانتي اي الحاجات دي ولا لا. لو انها فعلا من ضمن الحاجات اللي بوتنشالي ممكن تعمل هذه المشكله، ببتدي اشوف اعمل باترنال انشن سيرولوجيكال تيست للبيترنال انشن. والله نفس الكلام اللي قلنا عليه لو انه هوموزايجوس او هيتيروزايجوس في الحاله دي، لو انه طبعا ممكن يطلع هذه البيترنال انشن ممكن يبقى نيجاتيف، لانه زي ما قلنا انه اصلا تكوين الانتي بودي عند الام ليس شرط انه يكون من البريجنانسي بس، لان ممكن يكون نتيجه
previous blood transfusion او transplantation عندها قبل كده، وبالتالي ممكن يكون عندها antibody ملوش اي علاقه بالاب، غير انه ما يكون السبب بريجنانسي. يبقى الانتيبادي اللي هيطلع غالبا له علاقه بالاب، وهنا نشوف ساعتها نشوف مدى تاثر البيبي بهذا الانشن، هل هو الانشن موجود ولا مش موجود. طيب نرجع للنقطه اللي وقفنا عندها، ان هو لا ده هو فعلا لقينا ان الانتيبادي اللي موجود بيبقى ممكن ياثر على موليتيك ديزيز وفيتوس نيبورد. بنبتدي نعمل نشوف ماتيرنال زيجوستي عند بالنسبة لهذا الانشن، لو انه هوموزايجوس ولا هيتيروزايجوس. لو انه هوموزايجوس يبقى اكيد البيبي في ريسك، لو انه هيتيروزايجوس يبقى قد يكون وقد لا يكون، لو انه نيجاتيف خالص فيبقى البيبي اصلا مش في ريسك ومش محتاج اكتر من كده، مش محتاج لمونيتورنج ولا اي حاجة اكتر من كده من هذا التدخل. طيب لو انه هيتيروزايجوس بنبتدي نشوف نعمل فيتال دي ان ايه اسسمنت، ده افضل حاجه، افضل من اي سيرولوجيكال تيست، على اساس انه ما يبقاش انفيزيف. وفي بعد كده نشوف برضو هل هو في ريسك ولا مش ريسك. لو لقيناه في ريسك، طيب يبقى احنا هنا وصلنا عند ان الفيتاس في ريسك، بس مش نتيجه الانتي دي، نتيجه حاجه ثانيه. طيب نفس الكلام عند الانتي دي برضو، لو انه الانتي دي لو انه انتي دي بنبتدي نشوف هل انه نبتدي نعمل ماتيرنال سيرولوجيكال تيست عموما، لقينا ان الفيتس ان البيبي هنا قلنا دي ما ينفعش معاها سيرولوجيكال تيست، وبالتالي هنعمل ماتيرنال دي ان اي تيست على طول للار بي سيز اللي عنده، ونشوف هل هو هوموزايجوس ولا هيتيروزايجوس. برضو بنفس الفكره، لو انه هيتيروزايجوس محتاج اعمل فيتال اسسمنت للدي ان اي عنده، لو انه هوموزايجوس يبقى اكيد الفيتس ده في الريسك اللي موجود عندي. طيب عملنا هو كان هيتيروزايجوس واتاكدنا، او يعني باترنال زيجوستي، واتاكدنا انه البيبي لم يرث دي من الاب، وبالتالي خلاص وقفنا على كده. طيب لو ان عملنا له الزيجوستي واتاكدنا انه البيبي ممكن جدا يكون في الريسك، وعملنا فيتس دي ان ايه للار بي سيز، ولقينا البيبي في ريسك اللي موجود عندي، يبقى في الحالة دي لازم أفضل أتابع بالحاجتين اللي قلنا عليهم، إن أنا أعمل دوبلر ألترا ساوند للبيبي وأعمل الماترنال تايتريشن، والاتنين يمشوا مع بعض عشان نشوف إمتى هنبتدي نتدخل، سواء هندخل بالعلاج ولا هيتنهى الحمل أو ما شابه. طيب نفرض إنه حصلت المشكلة وفعلا البيبي بدأ يتأثر وحاجات زي كده، طيب ايه اللي ممكن نعمله في هذه الحالة؟ يا اما انا احاول اعمل للفيتس سبورت، الفيتس احاول اعالجه او اعمل له فيتس سبورت، او البيبي بقى لما ينزل هنشوف ايه مدى التأثر اللي عنده ونشوف نعالجه. اول حاجة لما نشوف عند الفيتال سبورت عندي، طيب الفيتال سبورت، الفيتال بلاد ترانسفيوجن، الفيتال بلاد ترانسفيوجن عندي نوعين من الفيتال بلاد ترانسفيوجن، واهمهم الانترايتراين ترانسفيوجن، وهو ده بيتم عن طريق ان انا نيدل بدخلها في الامبليكال فين باستخدام الكالر دوبلر سونار. طيب في الحاله دي ان انا هنقل دم، طيب انا هنقل له دم للبيبي، مواصفات الدم المنقول، وده شغل بنك الدم المهم جدا عندي. اول حاجه انه يكون الراديتد، هذا البلد عندي بيكون الراديتد، بيكون الراديتد عشان امنع الجرافت فيرسس هوست ديزيز، بيكون سيتوماجالو فيروس reduced risk، وده طبعا يجي اما بالسيتوميجالو فيروس سيرو نيجاتيف يونتس او عن طريق الليكوردكت يونت، وبيكون ايضا هيموجلوبين اس فري عشان امنع اي سيكلينج ممكن يحصل، وبيكون دونر جروب او، في الاغلب احنا بنستعمل جروب او نيجاتيف،
بالذات طبعا طبعا لو كان دي طبعا لازم نستخدم نيجاتيف، او انه لو انه نيجاتيف لاي الانتي بودي الكورسبوندنج انتي بودي اللي موجود عند الام، وبنعمل له كروس ماتش مع الماتيرنال بلازما، وغالبا ما بنختار بيكون اقل من عمر التبرع، بيكون اقل من 7 ايام عشان ما يكونش بدأ يحصل عنده الستورج سندروم في هذا الكيس. احيانا جدا ما بنلاقيش دم بسهوله لما تكون الام عندها انتي بودي تو هاي بريفالنس انتجين، يعني الام مثلا عندها انتي سمول كي اللي هي الانتي سيلانو، عندها انتي سمول كي، الانتي سمول كي مثلا بيبقى هاي بريفالنس انتجين موجود عند 99% من الناس، فبالصعب جدا ان انا الاقي هذا الدم. فاحيانا بناخد الدم من الام لو حتى لو انها لسه والده، او انه هذه الام اصلا كانت حاطه الدم بتاعها كان فروزن قبل كده، وبنعمله ديكلوسترايزد، بنعمله ديكلوسترايزد ووش في الحاله دي، لانه الام في الحاله دي بتبقى هي تقريبا المصدر الوحيد او المصدر الاسهل لان احنا نلاقي دونر، يعني بيبقى بالذات انه الانتي بودي تو هاي بريفالنس انتجين بيبقى التدوير عليها صعب جدا جدا، ومحتاج عدد كبير جدا جدا من المتبرعين عشان نلاقي هذه الأديان. طبعا ان انا لو انه ممكن استخدم بدل الثرو امبلايكال كورد ارتري، ممكن استخدم ثرو البروتونيال كافيتي، ده بالذات لو ان انا هستخدمه ايرلي ان بريجنانسي. طبعا الترانسفيوجن ممكن جدا ان انا اعمله ريبيتد عشان احاول اعوض كمية النقص في الهيماتوكريت اللي هي بتبقى تقريبا 1% يوميا نقص في الهيماتوكريت، عشان نحاول دايما نوصل الهيماتوكريت بتاع البيبي عند 30، ما يقلش عن مش عند البيبي عند الفيتوس في الحالة. طيب كمية الدم اللي انا هديها له تعتمد على ايه؟ عشان اقدر احسب كمية الدم في معادلة لازم اطبقها. المعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا اول حاجة بحسب كمية الدم عند في الفيتس والبلاسينتال بلاد فوليوم عن طريق ان انا بضرب الوزن اللي انا وزن البيبي، يعني وزن البيبي اللي اتحسب من السونار من الالترا ساوند بضربه في 14 من 100. بعد كده المجموع ده كمان بضربه في الفرق ما بين الهيماتوكريت الحالي للبيبي والهيماتوكريت اللي انا عايز اوصل له. يعني لما اقول انا عايز اوصل مثلا الهيماتوكريت 40، يبقى والبيبي حاليا الهيماتوكريت بتاعه 15، فممكن ان انا احسب الفرق ما بينهم واضرب اللي جاي من اضرب المعادله كلها، وفي الاخر هقسمها على الهيماتوكريت بتاع الار بي سي يونت اللي انا مستخدمه. يعني لو ان انا حسبت مثلا حسبت بالسونار لقيت ان وزن البيبي بالسونار هو 1000 جرام كيلو، يعني بقوم ضربها في 14 من 100 في بقوم ضربها 14 من 100 في الفرق ما بين الهيماتوكريت اللي انا عايزه والهيماتوكريت الموجود عند البيبي اللي هو هيبقى 25 من 100، وبعدين بقسمها على 85 من 100 اللي هو الهيماتوكريت اللي انا هديه للبيبي، الهيماتوكريت لليونت اللي انا هديه للبيبي. ده بالنسبه لي احسب ازاي الكميه اللي هعطيها للبيبي. طيب في ايه تاني بالنسبه للبيبي؟ طبعا الفيتس كل ده طبعا فيتس مش بيبي. طب ايه تاني عندي؟ ان انا ممكن اعمل ماتيرنال بلازما اكسشينج، وممكن كمان ان انا ابتدي ادي انترا في اي في اي جي اي في اي جي ابتدي ادي للفيتس. طيب لما بعمل ماتيرنال بلازما الهدف منها ايه؟ ان انا بحاول اقوم شايل كميه كبيره من الانتي بودي اللي موجود عند الام. بشيل كمية البلازما عند الأم إزاي؟ إن أنا بعمل بلازما إكستشينج، لو زي البلازما إكستشينج مثلا زي الثيرابيوتيك أفريسيس والحاجات الموجودة حاليا بنستخدمها. كل الحاجات دي بتقلل كمية الأنتيبادي اللي موجود عند البيبي بنسبة 75
بتقلل كمية الانتيبادي الموجود عند البي بنسبة 75%. برضو ممكن من ضمن الحاجات اللي تخلي الانتي دي عندي مستواها ما يزيدش، ممكن من ضمنها الانترافينوس امينوجلوبولين انفيوجن، بتخلي كمية الانتي دي ما تزيدش، او بتحاول تقلل كمية الانتي دي على قد ما يقدر، على اساس ان انا بسحب منها بسايد للبلازما فريسز او الافريسز بتاعت الام. طيب ده بالنسبة للفيتس. بالنسبة بقى البيبي جه وهنتعامل معاه ازاي، هذا بيبي المصاب بهذه المشكلة. اهم حاجة بالنسبة للبيبي اللي نزل بالمشكلة دي عندي بالروبن، لانه انا ببقى خايف جدا من موضوع الكلينكتشرز اللي هي دامج لبيرمننت دامج للبرين، فده الهدف بتاعي ان انا اقلل كمية بالروبن الموجودة عندي قدر المستطاع، فيا اما بعرضه ل بلو جرين لايت ثيرابي، البلو جرين لايت ثيرابي دي بتقلل بتحول الكونجوجيت بالروبن الانكونجوجيتد لكونجوجيتد، وبالتالي بيخرج بالروبن من مع البول بتاع البيبي، بالاضافه الى الاي في اي جي برضو بيساعد ان انا اعمل استابلايزيشن للهيموليسيس الموجود، اقلل جدا كميه الهيموليسيس الموجود وكمية ارتفاع البيلروبين اللي عندي. في الأغلب ما بحتاجش أعمل فوليوم الاكسشينج ترانسفيوجن، يعني ما بحتاجش أسحب دم كامل من البيبي وأديله دم تاني، يعني بغير له الدم كله، وده غالبا كان بيتم على طريق مرتين، إلا لو إن أنا ما عملتش الانترايتراين فيتال ترانسبلانتيشن. لو انا ما عملتش الفيتال انترايتراين فيتال ترانسبلانتيشن في الحاله دي، من ضمن الحاجات اللي برضو اللي بتساعدني جدا ان انا اقلل كميه البيلروبين واقلل الهيموليس اللي بيحصل عند البيبي، بنزل الار بي سيز بالانشن الار بي سيز بالانشن اللي فيها بالانتي بودي بالبيلروبين بخرجه كله، ان انا بعمل دبل فوليوم اكسشينج. بس لو ان انا عملت الانترايتراين ترانسفيوجن مالوش اي لازمه، في الاغلب ما بحتاجش ان انا اعمله. اللي بحتاجه ان انا بس بديله small amount transfusion عادي جدا للبيبي، على اساس يعمل support لمستوى الهيموجلوبين اللي عند البيبي لغاية ما الريسروبيس بتاعت البيبي ترجع تاني وتقدر هي اللي تشتغل، والانتيبادي الموجود عند البيبي من الماترنال ينتهي ويختفي خالص. ده كان الجزء الاول من محاضرة هيموليتك ديزيز وفيتس اند نيوبورن. ان شاء الله للجزء الثاني هنتكلم على ازاي بريفنشن وكميات الار اتش اميونوجلوبولين ازاي، وهنتكلم عن الاي بي او هيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيوبورن. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتم، واعذروني لان جاي الصوت في مشكله لان عندي دور انفلونزا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.